السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يرضى عليكم. حابة أعملكم شوشبرك. هلا بدنا نعمل عجينة الشوشبرك. يعني حطينا هون 3 كوبايات طحين، شايفة؟ بدنا نحط عليهم 1/4 كوباية مازولا، ما تكتري، حط هاي كتيرة، ومعلقة ملح، شايفة؟ صغيرة ملح هيك بس، وبعدين نعجنهم. ما في ولا اشي يعني بتنحط عليها هيك بس، شايفة المازولا شوي صغيرة، وبتضيفي عليها الطحين شوي شوي. الطحين ما تضيفيه فجأة يعني كلياته، بتضل لأنه لازم تكون عجينة جامدة، شايفة؟ بتعجني فيها، ولازم تنعمل يعني على الأقل ترتاح ساعتين. انا بارجيك بس اخلصها، بنحطها في كيس وبنخليها ترتاح فيها كويس كويس عشان نريحها بعدين. شايفه؟ لا بدها تكون جامده وناعمه، شايفه؟ بتضلي تعجني فيها منيح، يعني عجنيها ابو ربع ساعه هيك، شايفه؟ ما تزيدي مي، يعني اخذت هاي حوالي يعني 3/4 الكوباية هيك مي، نص، وبعدين بالتدريج تحطي شوي شوي مي، وبتعمليها في ايدي ولا في الطاولة، يعني معناتها كويسة، شايفة؟ هلا أنا بحطها في كيس نايلون، بحطها في محل يعني هيك يعني مش دافية، المهم إنها ترتاح ساعتين على الأقل. هلا نعمل إحنا اللحمة وبصل الحشو تاعتها، شايفة؟ هذه اللحمة والبصل عمالة بنقليهم ليستووا، بنخليهم يبردوا طبعا عشان نحشي فيهم الحشوة، بنخليهم يستووا مظبوط، بنحط لهم البهارات ملح وفلفل وهيل وقرفة شوية، اوكي؟ هلا بنقطع العجينة اللي ارتاحت هاي، بتعملها شقفة، وبعدين بتجيبي المرق وبترقيها، بترقيها كتير رقيق، تحاولي ترقيها قد ما بتقدري رقيقة، حطي شوية طحين عشان ما تلزق لك في الطاولة. إذا بدك في عنا الماكينة اللي بتطق زي تاعتي اللي بتعمل المعكرونة والسباجيتي اللازانيا، كمان بتقدري تحطي عليها. في فنجان، انا في عندي هذا فنجان السادة صغير، ممكن تقطعيها فيه. بدي ارجيكي بس كيف نعمل، بس هذا كبير والله شكله، لو في اصغر منه يكون احسن، شايفة؟ انا بدي ارجيكي كيف نحشي بالحشوة اللي عملناها، الحشوة اللي عملناها بتعمل هيك زي القطايف، تحشيها هاي لحمة وبصل، شايفة؟ تكتيرة هاي، بعدين بتسكريها زي القطايف بالضبط، شايفة كيف هيك؟ بعدين بتعملي هيك فيها، وعملي هيك، هي صارت شوشبرك. هي تحطي بالنص، تسكريها زي القطايف، وبعدين تعملي فيها هيك، هيعتها، شايفة؟ شايفة كيف؟ بس سكريها كويس.
هلا بدنا نطبخ الششبرك، اللبن للششبرك. انا عادة بحط معلقة نشا، معلقة نشا واحدة، بحط عليها شوية مي، شايفة يعني نص كوباية مي، وبعدين بحركها، بحط عليها معلقة ملح، بعدين بحط اللبن ملح هيك يعني هيك شايفة، لأنه بعدين بندوق، وبعدين بحط اللبن عليها شايفة كيف، أول بدوبها هيك، بعدين بضيف اللبن عليها وبحرك وبسويه وبغليه على النار، بعدين بسقط فيه الحبات ال شو اسمه الششبرك. هلا بارجيكي بس اغليه، خليه يغلي 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 مزبوط مزبوط اللبن. ممكن تحطي ماما خيط شنينة يعني شوي، يعني نص كوباية اذا بدك عشان الحموضة، تعطي شوية حموضة الها، يعني اذا شفتي اللبن مش حامض بتحطي عليها شوية مخيط هيك نص كوباية، بيعطيها زكاوي وطراوي وهيك. هلا غلينا اللبن شايفة، بدنا نسقط حبات الششبرك، وزاكي لبنها يكون كتير، بتضيفي جنبها رز إذا بتحبي، في ناس ما بيحبوا رز بيحبوا ياكلوها هيك يعني بال اوكي يعني هدول هيك. هلا بستنى شوية وبعدين بدحي لها بالكزبرة والتومة، هلا خمس دقايق بس هيك تبدا هاي تستوي الحبات، بتصير تطلع لفوق اوكي. شايفه لما هيك تبدا تدبل، بعدين بننزل عليها الكزبره الخضراء، الكزبره الخضراء، وبنحرك نعم هي بنحرك مع معلقه سمنه. هلا بقدحهم فوق الششبرك وبنخليهم هيك يعبوا 10 دقايق وبعدين بنسكبها. زي ما قلت لك في ناس بياكلوا معها رز، في ناس بياكلوها لحال، في ناس بيقولوا بيسقطوا رز معها جوا في اللبن، بلاقيها بتجمد كتير بتلبط. انا ما يعني انا شخصيا ما حبيتها، انا حبيتها بهاي الطريقه. اذا بدك تاكلي رز تاكلي جنبها معاكي معاها رز يعني جنبها اوكي. هلا بارجيكي لما نسكب ان شاء الله. هلا بنقدح التومه على الششبرك شايفين، عشان احلى المنظر بجنن، حطيها كثير كثير زاكية، خليها لعشر دقايق هيك معاها وبعدين خلص. ما بتغطى اللبن لانه اللبن اذا غطيناه بيفرط، بتعرفي اذا غطينا اللبن بيفرط. هلا بنخليها عشر دقايق، بعين انا عشر دقايق وبعدين بطفي. كل شيء زاكي وبجنن ان شاء الله تطلع تعجبكم ان شاء الله. يلا في العافيه. خلصنا الششبرك، غلي مع الأدحى بس 10 دقائق ربع ساعة وبعدين قمناه، تقدري تاكلي معاه رز جنبه وكتير كتير زاكي. يا ريتكم معاي تشموا هالريحة الحلوة بتاعت الكزبرة والتومة بتجنن معه، وكتير طلع اللبن حامض وزاكي عن جد يعني. أهلا وسهلا فيكم، صحتين وعافية.